بانطلاق هجن أصحاب السمو الشيوخ من مسافة 8 كيلومترات. تتواصل الانطلاقات وتتواصل تألقات هذا الميدان الذكي، ميدان المرموم، حيث انطلق قبل لحظات شوطنا العاشر الذي يحمل الحول المهجنات التي اندفعت بشعارات عملاقة حاضرة من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا الختام الكبير. ننطلق مع هذه الأسماء بادئين بمعرفة وتعرفنا على المركز الأول وفي صدارة الشوط، شعار العاصفة على المركز الأول مع لمعة المسيطرة بشعار العاصفة يقودها حمد بن راشد بن حمد بن غدير، كما يقود خلود من الجانب الآخر الحاملة لنفس الشعار، وتنطلق بالمركز الثاني مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير من أوكلت له هذه المهمة، مهمة متابعة شعار العاصفة وإنجازات هذا الشعار الكبير. أنتقل إلى شعار الرئاسة على المركز الثالث مع المركز الثالث، وهذه روعة على المركز الثالث لهجن الرئاسة يتابعها الظافر علي بن جميل الوهيبي. أنتقل إلى المركز الرابع، المركز الرابع شودة على المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، غانم بن مسفر بالقوبع في المتابعة والتضمير. أنتقل مع المركز الخامس، الشهنية على المركز الخامس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بمتابعة الصادق بن فضل الأمين على المركز الخامس. دورنا على المركز السادس لنتابع المركز السادس، نوادر لهجن الرئاسة بمتابعة علي بن جميل الوهيبي. المركز السابع، المركز السابع من الجانب الآخر لمحة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري في المتابعة والتضمير. إلى المركز الثامن دورنا مع وجود الشايبة على المركز الثامن، شعار الكبير شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما المركز التاسع تتواجد الريف على المركز التاسع لهجن العاصفة بمتابعة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. أنتقل إلى شعار هجن الشحانية المتواجد والمنطلق مع وسام على المركز العاشر، يتابعها العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي أحد شبابنا المميزين المبدعين، تواجد في هذا الشوط متابعا لهذا الشعار العملاق على ظهر وسام. هذه النتيجة الأولى إخوان المتابعين، 8 كيلومترات متعة للمشاهدين والمراقبين وعشاق هذه الهجن المنطلقة وعشاق الأصالة يتابعون باستمتاع عروض مميزة تقدمها هذه الأصائل من هنا من أرض ميدان المرموم. يا سلام يا سلام على الأصايل المنطلقة، يا سلام على هذه الشعارات الحاضرة في المرموم، أقطاب المنافسة الثلاثة العملاقة الحاضرة في هذا الميدان ميدان المرموم. من أضفت نكهة غير وطعم غير لهذه الرياضة العربية الأصيلة بتواجدها وتحليقها في ميدان المرموم كما كانت هناك في ميدان الشحانية في ختام سباق سمو أمير البلاد المفدى. يا سلام إلى المركز الأول، إلى شعار العاصفة أو الشحانية أو هنا شعار الرئاسة على المركز الأول. المركز الأول شعار الرئاسة مع روعة، روعة على المركز الأول، ينطلق شعار الرئاسة مع هذا التقدم مع روعة، يتابعها علي بن جميل الوهيبي.
المركز الثاني ينطلق شعار العاصفة مع خلود، العاصفة مع خلود على المركز الثاني ينطلق، يتابعها حمد بن راشد بن حمد بن غدير في المتابعة والتضمير إلى المركز الثالث. وجود المركز الثالث الشهنية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين في المتابعة والتضمير. نقلة إلى المركز الرابع، إلى المركز الرابع، تدخل العاصفة بشعارها مع وجود لمعة على المركز الرابع، يتابعها حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الخامس، هنا شودة لسمو الشيخ سعيد بن محمد مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بن غانم بالقوبع. يا سلام، شوفوا المركز الخامس، شوفوا المركز الخامس، أعلناها في ندائنا الأول بالمركز العاشر، وها هي تتقدم وتنطلق إلى المركز الخامس، إلى المركز الرابع، منطلقة وسام لهجن الشحانية بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يراقب، من يتابع هذا الشعار العملاق؟ المركز الخامس، يتدخل شعار الشحانية أيضا، يصل في هذه اللحظة مع شعلة، مع شعلة على المركز الخامس، ينطلق مشاغب المضمرين محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يا سلام، مع شعار هجن الشحانية، يا سلام، المشاغب، المشاغب والحوت، والحوت أيضا مطلق عليه الحوت في ميدان المرموم. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هو من أطلق على هذا المضمر الصعب محمد بن خالد العطية. يبتلع، يبتلع، يبتلع في هذا الموسم الكثير والكثير من السيارات ومن الرموز. نهني هجن الشحانية على هذا الفوز المميز. شكرا بو خالد، مشكور بو خالد. ننتقل إلى المركز الخامس، إلى المركز الخامس لوجود شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان مع الصادق بن فضل الأمين، يتابع الشهانية بينما تدخل العاصفة مع وجود لمعة على المركز الخامس. هنا ينطلق بمتابعة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز السادس، شودة تتدخل مع المركز السادس، وينطلق شعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع في المتابعة. اسم جديد ينضم، وهذه السيل، 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 السيل القادمة من الشحانية مع شعار هجن الشحانية. السيل لهجن الشحانية بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثامن، شعار الرئاسة ينطلق. يا سلام، بدأت الأسماء العملاقة بالظهور، بدأنا بالظهور. هذه، هذه مع يتابعها، يتابعها راشد بالسم المنصوري. هذه تنطلق على المركز الثامن، المركز التاسع، هنا شعار هجن الرئاسة مع شواهين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في المتابعة. المركز العاشر، نختم ندائنا مع الشهنية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، يتابع الشهنية الصادق بن فضل الأمين. خلاص، 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 انتهينا من ندائنا الثاني، وبدأنا، بدأنا بالهبوط التدريجي كيلو وين عن خط النهاية، كيلو وين عن خط النهاية. العاصفة على المركز الأول، العاصفة، 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 العاصفة مع خلود، 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 انطلقت العاصفة مع خلود، تحركت الرئاسة مع روعة، انطلقت الشحانية مع وسام، مس وسام، 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 أيضا الشحانية تقدم شعلة، تقدم شعلة، والعاصفة أيضا على المركز السادس تقدم لمعة، لكن المركز الأول، العاصفة وهجنها على المركز الأول، تميزت، تميزت هذه المؤسسة العملاقة في هذا العالم الساحر، تميزت بوجود الأسماء العملاقة مع هذا الشعار العملاق والمضمر العملاق. يا سلام،
وسام أعرف وسام جيدا، وسام أعرفها جيدا جيدا. هذه وسام صاحبة سجلات حافلة، تنطلق 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 على المركز الثاني. الله، هذه وسام على المركز الثاني، تحركت شعلة، انطلق شعار الرئاسة على المركز الرابع مع حفلة. حفلة الرئاسة قادمة يا الوهيبي، حفلة الرئاسة قادمة بمتابعة راشد بالسم المنصوري. ولكن المقدمة، المقدمة عاصفية حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة. يا سلام، العاصفة مع المركز الأول، المركز الثاني وسام، وسام 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 على المركز الثاني، تنطلق بسجلاتها الحافلة بتاريخها المشرف على المركز الثاني. شعلة على المركز الثالث، يصل الحوت على المركز الثالث، ولكن سلطان الوهيبي، سلطان الوهيبي يا سلام مع وسام على المركز الأول. انطلقت وسام، حلقت وسام، الحوت وصل، الحوت وصل، انطلق الحوت مع شعلة، مع شعلة على المركز الثاني. منافسة شحنية في هذا المساء، في هذا الشوط. يا سلام، وسام 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 وسام، حفلة وسام، حفلة وسام، شعلة. اللحظات الأخيرة يا الوهيبي، يا الوهيبي يا الوهيبي. يا سلام، حفلة قادمة 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 في هذا التقدم المميز مع شعار الرئاسة، مع شعار الرئاسة. الحوت من الجانب الآخر مع شعلة، مع شعلة على المركز الأول. شعلة، شعلة الشحانية، أشعلها، أشعلها المشاغب. الشحانية، شحانية، الشحانية مع شعلة. خط النهاية يحتفل بوصول شعلة بشعار هجن الشحانية. تهانينا للمشاغب الحوت محمد بن خالد العطية، من قدم هذا الاسم العملاق مع هذا الفوز المميز في هذا المساء. تهانينا والناموس المركز الثاني، حفلة لهجن الرئاسة المركز الثالث، وسام لهجن الشحانية المركز الرابع، لمعة لهجن العاصفة المركز الخامس، المركز الخامس مع شعار هجن الرئاسة. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع وفوز شعلة بالمركز الأول. تهنئة للمضمر الحوت محمد بن خالد بن عبد الله العطية. التوقيت الزمني 12:26، وفاء وتماما وكمالا هذا هو التوقيت الزمني لشعلة. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني، من وصلت بالمركز الثاني 12:26، 7 أجزاء من الثانية. حفلة لهجن الرئاسة بمتابعة راشد بالسم المنصوري. المركز الثالث وسام لهجن الشحانية، فازت بالمركز الثالث بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. توقيتها الزمني كما تتابعون 12:27، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.